أرجع ل أنا طبعاً الموجود عندي هنا أنا ممكن أكمل لغاية بكرة أرى بس الأسئلة. ناخد الأسئلة. فأنا خلينا ناخد بعض أو نوزعهم على بعض. نوزعهم طيب عظيم. ده شيء كويس تفضل شوية. تفضل يا دكتور. ناخد من هنا اثنين وناخد من هنا اثنين برضو على ما نبدأ نبص على الأسئلة تفضل. أوكي. تفضل. المايك مشتغل. طيب. أنا كان ليا تعليق للدكتور ناجح إن الدكتور ناجح في بداية محاضرته وقال إن النقد مر ومر كالعلقم ولازم نحليه بسكر حسنات الإنسان، ولكن أنا حاسة إن النقد دواء مر بيشفي أمراض المجتمع. وبعدين أنا شايفة الدكتور باسم بيلتزم بالضوابط الشرعية في انتقاد الأشخاص، يعني ما بنتقدش شخص إنه تخين أو رفيع أو كده، في حين إن المشايخ وقعوا في نقطة ألفاظ محرجة زي أراجوز أو سوستة أو كده. يعني أنا شايفة إن الإسلاميين هم اللي وقعوا في الغلط ده. شكرا جزيلا. شكرا. تفضل بعد. يوسف محمد طالب في هندسة الجامعة الأمريكية. انا كان عندي سؤالين للدكتور ناجح. اول سؤال انا كنت هتكلم يعني انا كنت سعيد جدا لما حضرتك جيت النهارده بالخطاب المعتدل ده اللي احنا نادرا ما بنلاقيه من حد ذو خلفيه اسلاميه. يعني احنا دلوقتي بتهيألي نص الناس دي شافت الدقن اترعبت على طول في الاول، فيعني انا سعيد جدا بهذا الخطاب المعتدل. ولكن انا كنت عايز اسال حضرتك ايه سبب التحول من حضرتك كنت فيه في الاول للخطاب المعتدل ده، وهل في ناس لسه في الحاجات المنهج الاول ده؟ اول سؤال. السؤال الثاني كنت هتكلم عن حضراتكم بتتكلم ان يعني الانتقاد الخاطئ اللي بيطلع من بعضنا. انا كنت عايز اسال هو ليه ما فيش انتقاد بيطلع من الاسلاميين؟ يعني ما هو الرئيس غير معصوم من الخطا بتهيألي. طب احنا بنشوف الناس الرئيس بيصدر قرار بننزل نأيد، بيرجع في القرار برضو بننزل نأيد، ساعات بننزل نأيد قبل ما يصدر القرار. طب يعني امتى هشوف النقطة بتاعتي؟ بس لو حضرتك لو شفت القنوات الإسلامية ولو شفت الإسلاميين في الشارع بتنزل تنتقد الرئيس مرسي، وياريت حضرتك يعني أول حاجة عايز أشوف حضرتك بتنتقده دلوقتي قدام الناس دي كلها. لو شفت الكلام ده بيحصل بتهيألي الدكتور باسم مش هلاقي شغل. فشكرا جزيلا. شكرا. ممكن أخد من هنا تعليقين سريع أساس سؤالين بسرعة لو سمحت. أوكي. بسمة الصباح فريد، سؤالي الدكتور باسم. هو نو أوفنس والله، هو جاست كومنت. يعني حضرتك عارف ان حضرتك بقيت ظاهره وبتاثر على فئه عمريه معينه تاثير كبير جدا، ليه في سيزون 2 بقى في الفاظ وفي ساينز ناس عارفه ان حضرتك بقيت قدوه والناس بتقلدك؟ ليه يجي سام فريندز يقولوا لي كلام اقول لهم يا جماعه عيب، يقولوا لي مش بتحبي باسم يوسف؟ اه بحب باسم يوسف. طب ما باسم يوسف بيقول كده بس. ثانك يو. شكرا ليك. اوكي. انا هجاوب على السؤال ده سريعا جدا. مبدئيا احنا مجتمع 90 مليون، مجتمع مختلف متباين. انا علشان اشيل الحرب قلت ان البرنامج فوق 18 سنه. هو الحقيقه في نوع شويه من الهيبوكرسي لحد ما. هذه انا ما بقولش الفاظ، ولو انا قلت الفاظ بقى بليبت. لو في ايحاءات احنا مش عيال صغيره. وانا بقدم منتج اعلامي قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض. اللي انا بقوله ده هو يعني ممكن يبقى صادم حبتين، ممكن علشان انا بعمل حاجه ممكن تضايق الناس، بس انا في الاخر انا برنامج مش تعليمي، وانا غير انا مش قدوه. حته ان انا قدوه وان انا مش بقدم خطبه الجمعه ومش بقدم برنامج في البرامج التعليميه، احتمال ان احنا بيطلع مننا شويه حاجات تبقى فيها ايحاءات، تبقى فيها زي شقاوه زي فيها كده دي يعني. بس هي الفكره. انا هقول لك حاجه بسيطه جدا. اللي يفهم اللي فاهمها يعني احنا يعني معظم الناس فاهم الموضوع ده. هو اللي بيفهم بقى ومتضايق قوي وكلام من ده، يعني بمنتهى البساطه يا جماعه انا مش هقدر ان انا اقضي الناس كلها. انا احنا عندنا ثقافه مجتمع اللي هو مسلسل 7 وربع، الناس كلها بتتفرج على المسلسل، الناس كلها بتنبسط بالمسلسل ايام القناه الاولى والثانيه قبل ما انتوا تتولدوا. 7 وربع كان بيجي مسلسل عربي، و9 وربع كان بيجي فالكون كريست او نوتس لاندنج او بيوم دالاس. فكره هذه هي ده عباره عن بضاعه اعلاميه، خد اللي انت عايزه منها وسيب اللي انت عايزه منها. احنا مش هنفضل ان احنا نقول بالناس على اللي احنا عايزينه، لان ممكن يبقى واحد تاني
يعجبك جدا وتمشي ورا على طول، ممكن واحد تاني ما يعجبش. احنا عندنا حته مش all or none، يعني خد اللي انت عايزه من البرنامج وسيب اللي انت عايزه من البرنامج. الفكره يعني انا بس انا عايز اقول حاجه، انا I'm not a demagogue، انا مش demagogue، انا ولا انا اقول يلا ولا هو وكلام من ده وبتاع. انا واحد بدي رايي في البرنامج وبنفعل برايي في البرنامج، انا واحد بامثل شخص طبيعي جدا. انا بقول لك الكلام اللي بيتقال في الشارع اكتر من اللي انا بقوله 20 30 40 50 الف مره، فاحنا بنحاول ان احنا نخففه شويه قد كده، وفي الاخر ده رايي. بس هي الفكره كلها ان ساعات البرنامج او ساعات البرامج عامه بتبقى صادمه، بتبقى صادمه في حاجات كتير، اراء سياسيه، اراء فيها تلميحات، فاراء كذا. في الاخر يا جماعه ده رايي، دي الطريقه اللي انا بعملها. لو انت مش عاجبك انا اتضايق طبعا ان انت مش فاهم، بس انا حاطط تنويه، حاطط تحذير، لو انت في السن ده ولسه بتتضايق يبقى ده مش البرنامج اللي تتفرج عليه. بس شكرا. شكرا. التعليق الثاني يا سام. محمد الشافعي، طالب في الجامعه الامريكيه. طبعا يعني following the example of Mr. Yusuf, I'm going to divide my comment to two parts, one in Arabic and the other in the language of the Saxons. My question to Mr. Yusuf is, as a satirist, how do you see Egypt, or where do you see Egypt in 50 years would be? And can we take your golden ring, that glittering ring, as a sign of a new Islam which perhaps bears the old one very little likeness? بالنسبة إلى الأستاذ ناجح فأنا أو الدكتور ناجح فأنا أسألك، ألم تروا أن الوقت قد حان لكي تخاطبونا بصورة أقرب إلينا من الصورة المتبعة للأسف التي تبعها معظم الإسلاميين، ثم تعودون وتلوموننا بأن المجتمع في عدد مؤيدي للاتجاه الإسلامي في انحدار مستمر؟ ألا ترون أننا نستحق أو يجب عليكم أن تتعاملوا معنا بطريقة تتوافق أو يفهمها جيلي؟ حتى أنا لا أحسن العربية، معلش. امتى الوقت اللي حضراتكم هتطوروا فيه خطابكم بحيث نقدر يبقى فيه فعلا تعاطف معاكم من عامة الشعب المصري؟ شكرا جزيلا. طيب مبدئيا اللي يقولك انا شايف مصر بعد خمس شهور مش هيعرف هي رايحه فين، فانا nobody has a crystal ball, I really don't know where we're going, بس يعني let's have fun while we go there. في عندنا كم ضخم جدا من الاسئله المكتوبه، فانا وزعتها مع الدكتور ناجح والدكتور باسم على امل انه على الاقل بعضها نحاول، لكن الحقيقه اللي انا هقدر اعمله ان انا هقرا بسرعه بعض الاسئله. الدكتور ناجح دلوقتي انا بحكم عملي بتعامل مع اخ اخواني بينقد اسلوب حياتي مع انه لا يعرف عني. لماذا التناقض بين الكلام وبين العمل؟ ما هو دور الدعاة الإسلاميين والأزهر في تقريب وجهات النظر وجمع شمل المجتمع المصري؟ سوري عشان أنا بقول أنا يعني for saying that إنه الناس بدأت تكره الإسلام بسببهم. ايه رايك نقول الحته دي؟ اتفضل. هو يعني حصل فعلا نفور شديد من الحركه الاسلاميه في هذه الفتره، لان الحركه الاسلاميه حصل تضخم فيها في الجانب السياسي على حساب الجانب الدعوي والتربوي. الحركه الاسلاميه لها ثلاثه أزرع، مفروض الجانب الدعوي والتربوي اللي هو هدايه الخلائق واصلاح الناس وبدل الخير للناس، ده يعني ضمر في بالقياس للجانب السياسي. الحاجه الثانيه ان مفروض الداعيه هو يدعوك الى ربك، لكن دلوقتي في خلل في الدعوه انه يدعوك الى حزب او نفس، ودي مش هي الدعوه الى الله. الدعوه الى الله انني ادعوك الى ربك، لا ادعوك الى نفس ولا ادعوك الى حزبي. هذا فيه خلل، ولذلك الداعيه غير السياسي. الداعي يدعوك إلى ربه، أما السياسي فيدعوك إلى نفسه. الداعي يقول ربي ربي، أما السياسي يقول نفسي نفسي. الداعي يقول هلموا إلى ربكم وانفروا إلى ربكم، أما السياسي فيقول
انتخبوني أنا الأفضل أنا الأحسن أنا كذا. هناك فرق كبير بين الداعية والسياسي، وده مقال لي النهاردة في المصر اليومي. الآن الغالب على الخطاب الدعوي هو انهيار الخطاب الدعوي في سبيل الخطاب السياسي. أنا رأيي أن الدعوة أقوى من السلطة، وأن الحق أقوى من القوة، وأن الحق دائم أما القوة والسلطة فزائلان. وعلى الحركة الإسلامية أن تهتم بالحق والدعوة وإصلاح المجتمعات قبل أن تهتم بالسلطة، لأن ذلك أبقى وأدوم وهو الغاية. السلطة وسيلة. الحاجة الثانية ألا نقود الدولة بعقلية الدعوة أو الجماعة. علينا أن نقود الدولة بعقلية الدولة، وهناك فرق بين الجماعة والدولة. الجماعة تقوم على الولاء والبراء الديني، فيها صنف واحد من خواص المسلمين، أما الدولة ففيها كل الأطياف وتقوم على التوافق السياسي والمشاركة المجتمعية. كل هذه القواعد يعني ما كانش يتسع المجال اللي احنا نذكرها، لأن كان الموضوع هو الهجاء السياسي بين لكن في خلل ما هو أن بعض منا يقود الدولة بعقلية الجماعة والدعوة لا بعقلية الدولة. لكن مع الوقت كل ما ذكرناه يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تطهير. والإسلاميون بشر كسائر البشر، يخطئون ويصيبون، ينجحون ويخفقون، وهم بشر. وبالتدرج إن شاء الله سنصل جميعا إلى نقطة الصواب والخير والبر إن شاء الله. طيب إجابة سريعة دكتور ناجح. إجابة سريعة دكتور ناجح، بيقول لك الدين ليس له علاقة بالسياسة، فالفتنة الكبرى كانت بين المبشرين بالجنة، هؤلاء كانوا يتحاربون، فكيف تريد الحكم بالإسلام فأنت ترفض أن يكون الرئيس من دين آخر؟ والله هو الدستور المصري أولا في هذا الأمر، الدستور المصري قال مصري مصري، يعني أي واحد عايز يترشح يترشح، وإن فاز فيفوز، وإنت بتؤيد، ما فيش عائق. أنا أؤيد أو أرفض هذا الإنسان، ده رأي شخص أنا حر فيه. لكن القانون الذي والدستور الذي وضع في هذه الأيام يبيح لكل أحد أن يترشح، يبيح لكل أحد أن يترشح، فإذا انتخبه الشعب أصبح رئيسا. وفي الدولة الديمقراطية الرئيس هو يعني موظف لدى الدولة. الحاجة الثانية، لا هناك أعراف في المجتمعات، يعني عمر ما جه مثلا في المجتمع البريطاني واحد مسلم مسك أو ما لدى، دي أعراف مجتمعات خاصة بالشعوب، وزي ما يختار الشعب هو حر في هذا الـ الأمر. لكن الإسلام فيه أخواننا حاجتين، وهو سر عظمة هذا الدين، في ثوابت وفي متغيرات، يعني في ثوابت ومتغيرات. الثوابت دي قليلة جدا والمتغيرات كثيرة جدا حتى يصلح هذا الدين لكل زمان ومكان. يعني مثلا الشورى من الثوابت، ولكن كيف تتم بالآلية بتاعت الديمقراطية ماشي. يعني مثلا على سبيل المثال الشورى دي من الثوابت، لكن الآلية بتاعتها نعمل مجلس شورى مجلس شعب مش عارف انتخاب صندوق، كل ذلك أجازه الإسلام. الحاجة الثانية في الإسلام يجوز أن تأخذ كل في بند المتغيرات كل ما عند الآخرين من حضارة وتأخذها وتستفيد منها. سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة العظيم لم يستنكف أن يستعير من عبدة النار اللي هم الفرس فكرة الدواوين اللي هي فكرة الوزارات، ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت حر أن تأخذ من حضارات الآخرين ما تشاء. على فكرة كل ده لا يصطدم بثوابت الإسلام، إنما الناس فاكرة أن الإسلام كله ثوابت، لا، الإسلام أغلبه متغيرات تتغير من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد. شكرا دكتور باسم. في سؤال عن ما رأيك في الصكوك الإسلامية، ده مش للدكتور ناجح، ده موجه ليك أنت. لا أنا عملت حلقة عليه أساسا، ده شكل آخر من النصب باسم الدين، يعني ده في كلمتين، وعملت حلقة بالكامل كلمت عليها، ما تفرش أي حاجة خالص على الصكوك، بس عليه إسلامية، فيلا نبيع البلد بصكوك الإسلامية. فدي بس أنا مش عايز أتكلم عليك، أنا أتكلم على هنا سؤال قال لي إن هو أنت بتقع في خطأ التعميم أنك تتحدث عن التيار الإسلامي ككتلة واحدة رغم أن المعتدلين أكثر مخطئين، لكن لا يتم تسليط الضوء إلا على الخطأ. مبدئيا السخرية مهمتها هي تسليط الضوء على الخطأ، مبدئيا هي دي السخرية بتعمل كده، ده النقد بيعمل كده، مش حافظ أقول الله ده احنا حلوين ده احنا لطاف ده احنا كيوت، ما بيحصلش الكلام ده. تاني حاجة أنا لم أعمم على التيار الإسلامي، أنا عممت على الناس اللي في إيديها السلطة، أنا عممت على الناس اللي بتبقى على الوش على الإعلام. أنا أتمنى بالعكس، أنا بأسلط الضوء على أخطاء هؤلاء حتى يأخذ المعتدلون يأخذ المعتدلون مكانهم بدل الناس ديت. فأنا لا أعمم، ولكني بتكلم على الناس اللي بيتصدروا المشهد السياسي واللي بيحكموا واللي بيكتبوا الدستور. تاني حاجة،
للمرة الخمستاشر أنا بتفق مع الدكتور ناجح إبراهيم، هو بيقول لك أنا رأيي الشخصي كذا لكن القانون بيقول كذا. المشكلة دكتور ناجح لما يبقى عندك جمعية أساسية ويبقى عندك ناس في الشورى كلهم رأيهم الشخصي كده، ففي الآخر هم دول اللي بيكتبوا القانون، هم دول اللي بيكتبوا الدستور. في الآخر يتحول الرأي الشخصي إلى دستور وإلى قانون. ليه؟ لأن هذا رأي الشخصي، لأن هذا رأي الشخصي، وهذه المرجعية الفقهية هي التي المشكلة. المشكلة إن هم ينظرون من المنظور بمنظور ديني ومقدس. لذلك المجتمعات اللي حضرتك بتقول عليها اللي ليها أعراف، هذه المجتمعات حكومة النرويج اللي المسلمين فيها أقل من 2% ومهاجرون وزيت الثقافة مسلمة. وإحنا عندنا هنا وزير الإعلام الإخواني بيقول لك إن البهائية ما تشتغلش عندي مذيعة، ودلوقتي بعدك شو واحد يقول البهائي ما يتعالجش، البهائي ما يتخش مدرسة يتعلم. فكرة كلها إن لما أنت بتبص بمنظور ديني فأنت تحتقر هذه الديانات الأخرى، برغم النظر عن كل الكلام اللطيف الظريف اللي بيحصل في الآخر، نحن الأعلون، الناس الثانية دي أقل مننا، فإحنا هنحكم ونكتب الدستور بالطريقة بتاعتنا. الإمام محمد تعيلب الله يرحمه، شيخ واحد من فقهاء الشيوخ الأزهر، مات في 2010، قال لك لابد أن نتعلم ما يصير به الإنسان إنسانا قبل أن نتعلم ما يصير به المسلم مسلما. لابد أن احنا بنتكلم على الهيومانيتي، نتكلم على الإنسانية مبدئيا، وبعدين الدين ده جزء مننا بعد كده. لكن المشكلة لما تنظر من منظور الدين فقط، الدين جميل، الدين لطيف، الدين هايل، الدين جميل فعلا في كل القواعد دي، لكن للمرة 50 اللي حول النهاردة كلام حلو، التطبيق في الآخر للأسف بيتحول إلى نوع من العنصرية. قبل ما أرجع أخذ من هنا وهنا اتنين بسرعة، في كان سؤال ليك باسم، كلمة منك لرئيس الوزراء هشام أنديل تحب توجهها؟ في البرنامج بقى زي واجه. لا يعني لا الفكره انا هقول حاجه، هو على فكره انا شايف ان هو قالها بسلامه نيه، بس هو بصراحه طبعا ايه فتحت عليه اتكلم في حاجات والتوقيت وحاجات كتير جدا، بس يعني لما هنتكلم عليه هنتكلم عليه. بس يعني دكتور هشام قنديل ربنا يكرمه بس هو عادل الموضوع ده. ايه رايك في القطن؟ القطن مين؟ كوتونيل.